يا بنات غازي اللي بشجاعة متعلي أبو أريام له محلي والفعايل سجل النار جده يجيب الرقيبة بالمواقف الصعيبة والزمن معروف ذيبة والفعايل سجل النار اسمع اللي جاب قاف والمثايل باحتراف جابها بزين وعفاف يوم بالشعر تغنى غازي زين الوصايف ما هو التنصيف زايف والحلايا يشهدن والحلايا يشهدن فيكن يا بنات غازي الحلا والزين زود من يماريهن يعود ما يتحدى ما يتهنى عشان بعز وشموخ لحظة رنك للشيوخ وشياعهن الظروف للهدادي هزلنا للعبن بالملعبة الوصوف المرهبة والمعادي تتعبة لو تزين وتحنى لو دخلتن بالمنصة بالحلا والزين قصة والعذارة تصير صفة تامرون ومي عصرنا الحسن والزين كله بنات غازي هو محلة من تحدى بالفعل ما له اللي يتعنى الحسن والزين كله بنات غازي هو محلة من تحدى بالفعل ما له اللي يتعنى هيبة المثال أميرة أو شيوخ للعشيرة في وصايف المثيرة علمنا اللي يجهل النار يا بنات غازي اللي بالشجاعة هم تعلمي أبو أريام له محلي والفعايل سجل النار جده يجيب الرقيبة بالمواقف الصعيبة والزمن معروف ذيبة والعرب تعرف فعلنا أمك البنت الحمايل تاسبة نزل الخصايل كسب الجمايل باللوازم ما يتونى لا دخلت وافقة بالوصايف فارقة والعذارة واقفة من بعيد ناظرنا صيتنا علي مقامة والحسن لنا وسامة والشرف حنا سنامة والزمن هذا زمننا الشرف حنا هلله والكرم حنا محله مجدنا محد وصلى واسأل أهل العرف عنا فالنوانة بتحدي يرجعوا عنا يهدي والله ما له مقدي لو تحيى الماسح النار خبر اللي هو نوانا ما هو واصل مستوانا يبطي وما له مكانا بس ما رفرف علمنا خبر اللي هو نوانا ما هو واصل مستوانا يبطي وما له مكانا بس ما رفرف علمنا شن بنات غازي 6 8 7 لكل جديد وحسري.